خدمة قيد وتجديد الوكالات التجارية للشركات والمؤسسات الوطنية في الدولة، الوثائق والشروط المطلوبة، رخصة تجارية سارية المفعول مملوكة بنسبة 100% لمواطن إماراتي، عقد وكالة تجارية حصرية بين الطرفين على أن يكون موثقاً ومصدقاً من الجهات الرسمية ومترجماً ترجمة قانونية في حال كون العقد باللغة الإنجليزية، إضافة إلى هوية الوكيل المواطن واعتماد توقيع الوكيل المواطن. أما لتجديد الوكالة فيتطلب وجود الرخصة التجارية، شهادة الوكالة التجارية، اعتماد التوقيع، هوية الوكيل المواطن. تساهم هذه الخدمة في توفير وقت العميل، حيث يمكن القيام بجميع الإجراءات دون الحاجة للحضور إلى الوزارة. يمكن الحصول على الخدمة عن طريق مكاتب وزارة الاقتصاد في جميع إمارات الدولة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.economy.ae، حيث يمكن للعميل الحصول على خدمة قيد الوكالة مقابل 10,000 درهم و4,000 درهم لتجديد الوكالات. هذا وبالإمكان استلام الوكالات التي تم قيدها أو تجديدها عن طريق طباعتها أو عن طريق البريد الإلكتروني. إن وزارة الاقتصاد تحرص على توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها، ويأتي هذا في إطار رؤية واستراتيجية واضحة تعكس تجربة الحكومة الذكية للإمارات، واحدة من التجارب الرائدة عالمياً، وبما يضمن تعزيز معايير التنافس والابتكار والريادة التي تتمتع بها في جميع المجالات. رؤيتنا اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة. كما يمكنكم التواصل مع الوزارة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي twitter.com/economyae، facebook ministry of economy، www.youtube.com/user/economyae.